السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله الرحمن الرحيم. ايوا اليوم كالعاده رانا رفقات لينا نديرو بيتزا كيف ما طلبوا مني الوليدات، وقلت علاش لا، واحد العجينه عندي سحريه وعجيبه زعما، ما فيها لا قوام بزاف لا قوه تخربيق لا والو، ولكن بيتزا ما غنشكرش لكم، ولكن الا جربتوها اكيد غتشكروني عليها وغتعاودوا تشكروني عليها، وما عمركم نهائيا ما غادي تبدلوا هذه العجينه، لاني انا من نهار خديتها من محترف من مطعم فاخر فعلا عمري ما عاود بدلتها، اعطاني انا بكميه كبيره، وبقيت كننقص المقادير حتى كندير كميه اللي هي ديال جوج بيتزات كبار ولا على حسب الاعداد ديال الاشخاص اللي عندي في المنزل، بقيت بهذه الطريقه هذه، ولكن عمري ما بدلت هذه العجينه ديالي ابدا من النهار اللي تعلمت ليها. اذا كننصحكم تبعوا معايا المقادير والطريقه ديال التحضير ديال هذا العجين ديال البيتزا حتى الاخير، وما غتندموش عليها، كونوا على يقين انا شي حاجه اللي مجرباها راسي اللي متاكده منها 100%، ما واخداها لا من قناه ولا من حتى شي حاجه، واخداها من شخص محترف، وكنشكروا جزيل الشكر. اذا غادي نبدا معكم على بركه الله ونعطيكم المقادير. بالنسبه ل 250 غرام ديال الدقيق، بالنسبه ل 250 غرام ديال الدقيق، بالنسبه لي هذا طحين ديال الفرن رطب، كل واحد النوع اللي كيتوفر عنده. عندي 250 غرام ديال الدقيق، عندي معلقه صغيره ديال الخميره معجونه، عندي ساشيه ديال بيكين باودر، ما غنديرهاش كلها، بالنسبه لهاد الرابعه هذه غندير غير النصف ديالها، عندي معلقه ديال السنيده، عندي نص معلقه ديال الملحه، والملحه كتبقى على حسب الاذواق، وعندي نصف كاس ديال زيت نباتيه اولا زيت الزيتون اللي كان متوفر عندكم تقدروا تستعملوه. وبالنسبه للخليط كنحتاجوا الماء فقط، ماء دافي. نبداو على بركه الله الطريقه ديال التحضير ديال هذا العجين. كناخذوا في هذا الاناء، كنحطوا ديك 250 غرام ديال الطحين. انا بالنسبه لي هذه البيتزا هذه غادي نديرها هكذا قدامكم. كناخذ كندير معاها السنيده، الملحه هكذا، كندير معاها نص ديال الصاشيه تقريبا، غادي تجي فيها واحد المعلقه صغيره ما عامرش، لانني ملي كنضبر المقادير كندير فيهم وحده. وكنضيف على هذا الخليط هذا، كنحركو مزيان هكذايا حتى كيتحرك هاد النواشف، وكنضيف عليهم هذا الزيت نص كاس كامل بالنسبه ل 250 غرام ديال الدقيق. ونزيدكم واحد السر في العجينه ديال البيتزا، شنو هي؟ راه الرطوبيه ديال البيتزا راه ماشي هي كتجيب بالخميره ولا كتجيب الدليك ولا كتجي، لا، الا بغيتي تجيك البيتزا رطبه وما كيشربهاش لك الفران وما كتجيكش قاصحه وتحشمك، راه هاد الطريقه هي احسن طريقه للعجينه ديال البيتزا. كنبسبس هاد الطحين مزيان بهذا الزيت ديالي حتى كتدخل الزيت مع الطحين مزيان، وغادي نرجع نوريكم العجينه كيفاش كندير لها. وبالنسبه لي هكذايا ملي صافي بسبستها راه كتشوفوها صافي ولا داك الطحين شرب داك الزيت، ملي كديروا له هكا شوفوا كيفاش كيتجمع بهذه الطريقه هكا، ها انتما كل الطحين داك نص كاس ديال الزيت 250 غرام ديال الطحين. كناخذ الخميره المعجونه ها هي، كندير على واحد الرويز معلقه ديال السنيده حتى هي، كنخلطها بالماء دافي، كنصبها هي الاولى هنا، وكنضيف الماء دافي، هذا الماء دافي تقريبا، ما غاديش يكونوا جوج كيسان اللي غيجمعوها لينا، تبقاو نتوما العجينه على حسب الماء على حسب الخليط اللي عندكم، ما تخليوهاش تكون جاريه خاصها تجي قاصحه، هي مازال ما تجمعاتش، غادي نضيف ليها صافي هكا
تجمع. من بعد ما ساليت من العجينه ديالي هنايا جمعتها كلها، جمعت ليا ها هي كيف كتشوفوها جمعت بسهوله. كنضرب في هذا الاناء بحال هكذايا وكنجي لهاد البلاصه كندوز على واحد المنبر نقي بطبيعه الحال وكنحطها هنا. الله اكبر. وكندلكها غير واحد الشويه، راه هي كتجي رطبه. كندلكها واحد ثلاثة دقائق حتى ربع دقائق باش كيندمجوا معها العناصر مزيان هكذايا. صافي مباشرة كنحطها في الإناء وكنغطيها بالفيلم أليمونتيغ على ما طلع ليا فيها الخميرة وترطب شي شويه. وعاده كنجي كنشكل منها كويرات على حسب البيتزا اللي بغيت ندير، كبيره ولا صغيره ولا الشكل اللي عجبني. وهنايا من بعد ما خمرت ليا العجينه ديالي ها نتوما كيف كتشوفوها كنحيد عليها الفيلم اليمونتير. شو راه كتطلع كتضاعف الحجم ديالها كيتزاد على ثلاثه المرات. كناخذ هكذا كنحيدها كنزولها كندير واحد الرشه ديال الطحين. هذا الطحين ديال سبيسيال يعني الفينو. كناخذها كنقطعها كندير الاولى الثانيه، هادو كيجيوني في نفس القياس مقادين. وهانتوما مازال شايط ليا شي شويه، يعني هادو جوج بيتزات ديال العائله ومازال شايط الخير. هانتوما كتشوفوا دابا ملي كنخليها كتطلق واحد الشويه على ما كترخى لي عاوتاني العجينه من بعد الخميره، كنحاول نبسطها ليديا غير شي شويه. اولا كنستعمل مدلك بطبيعه الحال كيعاون فيها بهذه الطريقه. راه كتجي ساهله وبسيطه وكتطوع دغيا، يعني ما فيهاش العذاب. وبالنسبه للي بغى يحتفظ بها راه عندي طريقه اخرى للاحتفاظ، اللي بغى يطيبها نص طيبه راه كتجي سهل وكتبقى طريه بحال الا يلاه صوبتيها. عندي طريقه ديال الاحتفاظ، الا بغيتو نوريكم لكم طريقه الاحتفاظ. راه بالنسبه لي انا كنعجن نفس العجينه، كنعجنها بكميه كثيره لان في وقت الخدمه ما كيكونش عندي الوقت، وكنخليها كنحتفظ بها كنطيبها غير نص طيبه بالحق، ما كنطيبهاش نص طيبه في الفران. كندير نص طيبه ديالها في المقله ثقيله فوق البوطه غير كنصهدها وكنحطها. ها نتوما شوفوا راه كيخصها تكون رقيقه. ها نتوما شوف كي كدايره، ها العجينه تلعب بها مزيان وما كتقطع ما والو. هذه هي العجينه ديال المطاعم الفاخره اللي كنمشيو عندهم كيضربونا بالثمن. من بعد قصتها كنجيبها كنحطها في الطاوه عندي هنا. وملي كنحط العجينه ديالي في الطاوه هانتوما شوفوا السمك ديالها راه رقيقه بزاف، يعني الا بغيتوها تجيكم زوينه خاصها تكون رقيقه ما امكن. زعما قد ما قديتو من الاحسن ترققوها. بالنسبه للصوص ديالي انا راه كنستعمل هذه سوليس، ما كنديرش الاشار غير نوريكم احسن حاجه عندي اللي كنستعملها باش كتجي زوينه. كناخذها كنشحرها مع شويه زيت البلديه والملح والابزار والزعتر كنسرحها
اول حاجه كنسرح راه كنسرح فيها لاصوص وهي خضراء، يعني ما كنطيبهاش نصطيبها، ولكن الا طيبتها نصطيبها راه قلت لكم الطريقه، رانا كنديرها نصطيبها في المقلاه ديال الخبز. وشي نهار الا بغيتوها نوريكم كيفاش كنديروا ليها ونحتفظوا بها، راه بامكاني ان شاء الله نعاود شي نهار تجربه. وهذه هي الطريقه باش كتجيهم واعره البيتزا ديال المطاعم برا، هذه هي الطريقه ديالهم. اول حاجه كدير لاصوص، كدير من وراها الفرماج موزاريلا، من بعدها كتبدا دير الكفته. بالنسبه ليا انا الا بغيت نعمر بالكفته، هي عندي الكفته، كندير الكفته هنا انتما كتشوفوا، ثم كندير الشامبينيون هنا، هنا كندير عاود البصله خضراء، راه ما كيعذبش التوجات ديالها، هذه راه البصله كتكون خضراء ما كتكونش طايبه. بالنسبه للفلافل كندير غير شي شويه، حيت انا ولادي ما كيبغيوش ليا الفلفله بزاف، كندير غير شي شويه، اولا كندير وحده فيها الفلفله وحده ما فيهاش الفلفله، وهكا كنبقى كل واحد كنخليه على خاطره. انتما كيف كتشوفوا، ثم هنايا هاد المطيشه كنشدها كنحطها هكا طويوله وكنزوق بها الجنيبات، انتما كيف كتشوفوا هكا كتجي عامره في نفس الوقت عاطيه. وهنا الزيتون، انت غير الزيتون خضر، بغيت ندير فيها الزيتون خضر ما بغاش ندير فيها الزيتون كحل. كنزيد مازال الا بغيت نزيد مطيشه، وهاد المطيشه الخضراء نزيدكم السر ديالها، وهاد الخضره اللي كتكون فيها خضره هكذايا علاش؟ لان ديك الخضره اللي كتكون خضراء كتطلق لينا الماء ديالها وكطيب على خاطرها، الوقت اللي كطيب فيه هاد العجينه ديال البيتزا هذاك هو الوقت اللي كتاخذو ديال الطيب حتى هي، يعني كيجيو قد قد، ما كنحتاجوش لها وقت اكثر. من الاحسن ما نشحروش دوك الخضروات اللي كنديروا فيها، من الاحسن بلا ما يتشحروا، وهكا كتجينا البيتزا طريه وزوينه. وعاد كنضيف عاود الفرماج الموتزاريلا من الفوق، بهذه الطريقه وراه الفران دابا راه سخنته، يعني مشاعل في هذه الوقيته هذه باش ما كنخليهاش مازال تزيد تجلس لي هنايا، باش تبقى تزيد مازال تنفخ وتنفخ فيها الخميره، راه الا جات من فوق بزاف ما غاديش تعجبكم. اللهم تخليوها رقيقه وتكون موج ديال الفران، غير كتوجدوا داك العماره ديالها صافي مباشره كتدخلوها للفرن. دابا غادي نديها ندخلها للفرن وغادي نوريكم في النهايه الطبق كيفاش كيولي. وهذه هي البيتزا ديالنا من بعد ما كنخرجها من الفران مباشره، راه كتكون مازال سخونه في هذه اللحظه هذه، كتجي هائله وغزاله. نتمنىكم ان شاء الله الرحمن الرحيم تجربوها وتجربوا هذا العجين وتطبقوا هذه التقنيات اللي عطيتكم، فهي هائله كيف كتشوفوا. انا رانا معمراها بجوج ديال الانواع ديال البشوات، وكيبقى الاختيار ديال العماره ليكم بطبيعه الحال على حسب الموجود اللي في الدار، يا اما الطون يا اما الكفته يا اما كل واحد والاختيار ديالو، كل واحد شنو كياكلو وليداته. اذا نخليكم مع هاد الصور ونتلاقاو ان شاء الله في فرصه قادمه، وما تنساونيش بالدعم وبالاشتراك اللي مازال ما اشتركش، وبلي جيم، وشكرا لكم، وغنخليكم الى فرصه قادمه ان شاء الله، والى اللقاء.